رجعنا لكم مرة ثانية، طبعا لها حديث يعلو فوق الماتش القادم للمنتخب المصري مع غينيا بيساو. ينضم إلينا هاتفيا بوكونجي كا، نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب غينيا بيساو السابق. برحب بيك، عايزين نعرف رأيك عن المواجهة المرتقبة الهامة التي تجمع ما بين منتخب مصر وغينيا بيساو. حسن، اسمي بوكندي، لعبت في نانت ونانس وريمس وتور وباستيا في فرنسا، لعبت في عدة أندية في فرنسا، وكنت الكابتن فريق غينيا بيساو، كنت قائد الفريق ومثلت بلادي في كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017. نعم. بالنسبة لمباراة مصر وغينيا بيساو، نعم، دعني أقول أن مصر فريق قوي، فريق خطير، فريق منظم جدا. اللاعبون المصريين يمتلكون وعيا تكتيكيا ربما يعادل اللاعبون في أوروبا. لا أعتقد أنها ستكون مباراة سهلة على الإطلاق لفريق غينيا بيساو، ولكن حذاري، كما تعلمون فإنه لم يعد هناك فرق صغيرة في أفريقيا. صحيح. والكان الأخيرة هي خير مثال على ذلك. نعم. ولكن أعود وأقول أن مصر لديها لاعبون جيدين يلعبون في أندية كبيرة في أوروبا مثل محمد صلاح، مثل تريزيجيه، وهم قادرون على صنع الفارق في أي مباراة وفي أي وقت. نعم. الماتش اللي جاي يوم الاثنين القادم، مفروض أن غينيا بيساو في المركز الثاني خلفا لمصر المتصدرة. غينيا بيساو تقريبا لم تحقق يعني أمانيها أن هي تصل إلى كأس العالم. شايف إزاي فرص منتخب غينيا بيساو؟ حسنا، نحن هنا في الآن في المركز الثاني في هذه المجموعة، وسوف نبذل قصارى جهدنا بالتأكيد. نحن أيضا لدينا لاعبون يلعبون في أندية كبيرة في فرنسا، في الدوري الممتاز الفرنسي وفي البرتغال، ولدينا لاعبين يستطيعون التعامل مع المواقف الصعبة. المباراة ستكون صعبة على الطرفين، مع الاعتراف بأن مصر لها أفضلية بحكم التاريخ وبحكم الإمكانيات. نعم. أبرز لعيبة غينيا بيساو اللي في وجهة نظرك ممكن يحدثوا فرق في المباراة التي ستجمع ما بين المنتخب المصري ومنتخب غينيا بيساو بشكل خاص وبشكل عام في التصفيات؟ اليوم لدينا بلدي الذي يلعب في ليون في فرنسا، إنه لاعب جيد جدا، ولدينا فرانكو إيجو الذي يلعب في أمستردام في الدنمارك. بلدي يبقى هو النجم الأول لأنه يلعب في الدوري الممتاز الفرنسي وتحديدا في فريق ليون. نعم. متابع منتخب مصر تحت قيادة مدير الفني الوطني كابتن حسام حسن، شايف أبرز لو أنت بتدرس المنتخب المصري مكان المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، هتشوف إيه هي أبرز نقاط القوة في المنتخب المصري ونقاط الضعف اللي ممكن منتخب غينيا بيساو يلعب عليه؟ لا أستطيع أن أقول وأتحدث عن النقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق المصري، ولكن
دعني أقول أن كل مباراة لها حساباتها. أفريقيا الآن كل الكل يعرف بعضه، كل الفرق تعرف بعضها والكل يدرس الكل. بالتأكيد محمد صلاح على سبيل المثال هو نقطة قوة في الفريق المصري، ولكن لن كما تعرف إن مسألة مراقبة لاعب بعينه في الملعب هذه المسألة تكاد تكون اختفت من كرة القدم. لن نراقبه بشكل خاص، ولكن سيكون النجم هو الفريق ككل، واللعب الجماعي وما يمليه المدرب من طريقة تكون يراها هي المثلى لمواجهة الفريق المصري بنقاط قوته ونقاط ضعفه. نعم. طيب بعيدا عن منتخب المصري وبعيدا عن منتخب غينيا بيساو، شايف من وجهة نظرك ايه هي ابرز الفرق الافريقية التي ترشحها من وجهة نظرك ان هي تتأهل لكأس العالم 2026؟